أهلا بكم مشاهدينا في هذه التغطية الخاصة للحرب في يومها 27 بعد المئة. تستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في عدة محاور، لسيما خان يونس جنوبا وجباليا شمالا. وفي هذا السياق، ألمانيا والأردن ومصر والسعودية والمزيد من الدول تحذر من عملية عسكرية في رفح، حيث يتواجد معظم السكان وأيضا النازحين. أما على جبهة الشمال، تطورات متتالية، وفي الساعة الأخيرة تحديدا سفارات الإنذار دوت في شمال إسرائيل بعد إطلاق نحو 10 صواريخ من لبنان. بالمقابل، مصادر تتحدث عن إصابات جراء قصف إسرائيلي لبلدة حولة جنوبي لبنان. وحول صفقة التبادل، أنباء تشير إلى أن وفد من حركة حماس سيناقش صفقة الرهائن مع كبار المسؤولين في الدوحة بعد أن تواجد في القاهرة. نناقش كل هذا بعد قليل. أبدأ هذه التغطية مع مراسلنا بليغ صلاح الدين المتواجد على الحدود الإسرائيلية. أبدأ هذه التغطية مع مراسلتنا إسراء الزير المتواجدة في غلاف غزة والتي تنضم إلينا عبر الهاتف. إسراء، لتطلعينا على أهم بنود الرد الإسرائيلي على مقترح حماس فيما يتعلق بصفقة الرهائن إليك. إذن أسيل، باختصار ما قالته إسرائيل والتي تريد بشكل أو بآخر أن تجعل من إطار باريس الذي تم التوصل إليه قبل أسابيع من الآن على أنه الورقة المرجعية لهذه المفاوضات وليس الرد الذي تقدمت فيه حماس قبل أسبوع من الآن. بالتالي عملت إسرائيل على إخراج كل شيء تعتقد بأنه لا يرتبط بما تم التوصل إليه في باريس. عملت على إخراج يعني الأوضاع في مدينة القدس والمسجد الأقصى ومداهمة الإسرائيليين للمسجد الأقصى من الرد الذي قدمته حركة حماس، وعملت أيضا على إخراج أوضاع الأسرى من السجون الإسرائيلية من هذا الرد، حتى ينسجم الرد في نهاية المطاف مع الورقة اللي تم التوصل إليها في باريس، وكانت إسرائيل شريكة أصلا في صياغته. هذا ما يفهم من الرد الأول، ويفهم أيضا أسيل أن إسرائيل معنية باستمرار الاتصالات خلال الفترة المقبلة، وأن الإدارة الأمريكية كذلك معنية في ذلك في هذا الأمر على وجه التحديد، وتضغط على إسرائيل خلال الفترة المقبلة. هنالك من يرى بشكل أو بآخر أن وقف إطلاق النار الدائم لن يكون على شكل ضمانات دولية تعطيها إسرائيل لحماس وموقع عليها، بل على شكل ما حدث في لبنان عام 2006. منذ ذلك الحين بالمناسبة حتى الوقت نتحدث عن 17 عاما لم تشن فيه إسرائيل أي حرب على لبنان، نتيجة لتوازن الردع بطبيعة الحال ونتيجة للدبلوماسية الدولية، وهذا ما تشهد عليه الجبهة الشمالية وما تريد الوسطات الدولية أن يكون عليها الوضع في قطاع غزة. آخر أيضا المستجدات بما يحدث في القطاع، الجيش الإسرائيلي والشباك يعلنان اغتيال أحمد اليعقوبي في رفح وينسبان إليه المسؤولية عن تأمين قيادات حركة حماس جراء استهداف أو القصف الإسرائيلي لمركبتهم في حي تل السلطان تحديدا في رفح. النيران بشكل أو بآخر التي تصل رفح، والحديث عن اقتراب عملية عسكرية باتجاه رفح الحدودية مع مصر والتي تضم عشرات الآلاف من النازحين الفلسطينيين. وعلى هذا الأمر بشكل أو بآخر شددت مصر من تعزيزاتها العسكرية شمال شرق سيناء، وتتلقى إسرائيل بشكل أو بآخر تنديدات من قبل تنديدات وتحذيرات أممية وأيضا عربية من شن هجوم عسكري باتجاه تلك المنطقة. هذه التحذيرات خرجت إلى السطح إن صح التعبير عندما البيان الذي بشكل أو بآخر صدر عن رئاسة الوزراء الإسرائيليين اللي تحدثت فيه بأنه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أوعز الجيش الإسرائيلي بتحضير خطتين. الخطة الأولى هي لإخلاء رفح من الفلسطينيين، تدرس بشكل أو بآخر خيارين أسيل، هو إجلاء السكان إلى خان يونس شمال رفح أو السماح بعودة عشرات الآلاف من سكان غزة إلى مجمعات مخصصة لهم شمالي القطاع. الخطة الثانية اللي بشكل أو بآخر بتقودنا لعملية عسكرية في تلك المنطقة. الغريب بأنه رئاسة الوزراء
لم تصدر بيانا من هذا النوع عندما اجتاحت خان يونس ولا حتى عندما اجتاحت مدينة غزة. فهذا طرح أسئلة كبيرة حول هدف إصدار بيان كهذا قبل دخول السبت بدقائق معدودة في إسرائيل. حتى المراسلين العسكريين لوسائل الإعلام استغربوا من صدور بيان كهذا لأوحى بشكل أو بآخر من جهة أنه أي عملية عسكرية على رفح هي عملية قريبة. وكمان كما ذكرنا في بثوث سابقة بأن الجيش الإسرائيلي يبدو أنه انزعج من هذا البيان الذي صدر عن رئاسة الوزراء، فراح يسرب للصحفيين العسكريين أن الجيش يملك بالفعل خططا عسكرية صادقة عليها خلال الفترة الماضية. هناك من قال تحديدا في إذاعة أحرنوت أنه صادق عليها بالفعل منذ 3 أسابيع أسير. نعم إسراء، شكرا لك على كافة هذه الإضاءات والتوضيحات والمعلومات. حدثني من غلاف غزة، أتحول إلى مراسلنا المتواجد شمالا في أو على الحدود الإسرائيلية اللبنانية. مرحبا بك معنا مجددا بليغ، لتطلعنا على أهم التطورات. هناك تطورات جديدة ومتتالية فيما يتعلق بالاستهدافات بين الطرفين، إليك. نعم أسيل، إذن يعني بعد أن كنا قد تحدثنا عن الصاروخ المضاد للدبابات الذي أطلق باتجاه كريات شموني وأصاب مبنى هناك دون وقوع إصابات وكذلك دون انطلاق صفارات الإنذار، صفارات الإنذار دوت في عدة مناطق في الجليل الأعلى وكذلك في الجليل الغربي بالتحديد في إيفن نفتالي القريبة جدا من الحدود الإسرائيلية اللبنانية. هناك سقوط لصاروخ في منطقة مفتوحة، لا يوجد تقارير تتحدث عن وقوع إصابات في تلك الحادثة. كذلك يعني الرشقة الصاروخية التي كانت باتجاه الجليل الأعلى يعني تخللها 10 صواريخ على الأقل، أغلبية هذه الصواريخ قامت القبة الحديدية باعتراضها وباقي الصواريخ سقطت في مناطق مفتوحة، لا حديث أيضا عن وقوع إصابات. من جهة حزب الله يتحدث عن إصابات مباشرة في منطقة الناقورة ويعني منطقة أخرى متواجدة في الجليل الأعلى، يعني تجمعات للجنود و يعني مواقع عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي. يعني لا يوجد من جهة الجانب الإسرائيلي أي تأكيد لهذه الإعلانات من قبل حزب الله، ولكنها توضح أن الاشتباكات في هذا اليوم هي يعني استمرار للتصعيد في الأيام الأخيرة الذي بدأ بالاغتيال في يوم الخميس لعناصر تابعة لحزب الله، واليوم رأينا أيضا اغتيال آخر كان المستهدف فيه قيادي من حركة حماس. يعني حسب المعلومات حاليا هو لم يقتل في هذه الحادثة ولكنه أصيب بشكل أو بآخر دون أي معلومات حول صحته حاليا، ومقتل آخرين في نفس الضربة. حزب الله أعلن يعني عن مقتل عنصر آخر الآن في من صفوفه ليصل العدد الكلي للعناصر الذين قتلوا منذ 8 أكتوبر إلى 188 من قبل في جانب حزب الله. نقطة أخيرة طبعا قضية زيارة أمير عبد اللهيان الذي التقى ميقاتي، التقى نصر الله، مستمر بالحديث يعني حول الحرب في غزة، ويقول أن يعني ما يصفه بالمقاومة الإسلامية في لبنان أي حزب الله تساند أهل غزة وتساند الفلسطينيين. مع أنه أيضا يضيف أن يعني الولايات المتحدة طلبت من إيران أن يعني يطلبوا من حزب الله أن لا توسع الحرب في المنطقة. يعني هذا ينضم إلى تقارير كانت في الأيام الأخيرة حول أن الولايات المتحدة وصلت هذه الرسالة بطريقة أو بأخرى لإيران لكي لا يكون هناك فعلا تصعيد في المنطقة خصيصا من قبل حزب الله. ويعني هذا ما يعني أيضا تحدث عنه عبد الله، يعني أنهم لا يريدون فعلا رؤية تصعيد في المنطقة. الأمور يعني كما نرى حاليا تحت مستوى الحرب، ولكن يعني كل الخيارات مطروحة على الطاولة خصيصا مع استمرار هذه الاشتباكات وتصعيدها كما رأينا اليوم 10 كيلومترات في العمق اللبناني. بليغ صلاح مراسلنا، شكرا لك حتى اللحظة على كافة هذه المعلومات. حدثني من الحدود الشمالية الإسرائيلية، أرحب بضيفي هنا في الاستوديو السيد جاي بوران، طيار سابق في سلاح الجو الإسرائيلي. مرحبا بك معنا سيد جاي. قبل أن نبدأ أردت أن تعقب على ما قالته مراسلتنا إسراء زير، تفضل. بالنسبة لموضوع رفح، النقطة هي أن الجيش كانت لديه خطط، ولكنه يعرف أن الدخول إلى رفح في هذا الوضع سيكون إشكالي جدا بسبب كثافة السكان هناك. والولايات المتحدة تحدثت وأطلقت تصريحات ضد هذا الدخول، وكذلك الدول الغربية. يعني قول نتنياهو حضر الخطط أراه بوضع
وكانه إن كان هناك رغبة في نقل مليون شخص للشمال فهذا سيكون مصيبة بالنسبة لشكل إسرائيل في العالم. سيد جاي، هل هناك أي خطوات أمريكية أو تصريحات أمريكية بعد أيضا تصريحات يوم أمس من قبل جو بايدن الرئيس الأمريكي تشير فعلا إلى تغيير في التوجه الأمريكي من هذه الحرب؟ خد مش مايت. بالتأكيد. أعتقد أنه في الأيام الأخيرة نرى أنه المزيد والمزيد. أولا رأينا تصريح بايدن عندما قال أن ما يتم في غزة مبالغ فيه، ولكن سمعنا أيضا حديث جوناثان فايلر وهو أحد المقربين إليه. قال أن الانطباع في الولايات المتحدة أن الرئيس لا يهتم بما يكفي بحياة الفلسطينيين وهذا يؤدي إلى ضرر كبير، هذا ما يقوله مستشار الرئيس. ومؤخرا سمعنا أن الرئيس يتحدث عن أمر سيجبر قبل أن يزود بالسلاح أو يدعم حليف إن كان إسرائيل أو غيره، يجب عليه أن يبلغ الكونغرس بذلك. يعني عندما تنظر إلى كل هذه الأمور وما قاله عن رفح، فلا شك أن نافذة الدعم اللامحدود بإسرائيل يتقلص. سمعناه كيف يتحدث عن نتنياهو، يعني اليد المفتوحة لم تعد موجودة. بما أن اليد المفتوحة لم تعد موجودة كما تقول أنت سيد جاي، وأيضا دول أوروبية كما أشرت تندد بدخول رفح عسكريا وتحذر من هذا، وأيضا دول عربية، مصر تحدثت عن أنها ستقوم بإلغاء معاهدة السلام في حال فعلا قامت إسرائيل بعملية عسكرية في رفح، هل تعتقد أن إسرائيل ستنزل عن الشجرة وتتنازل عن دخول رفح في ظل كل هذه التقييدات؟ هذا سؤال مفتوح جدا، لأن المصريون أيضا هددوا بأن هناك خوف على اتفاقية السلام معها. أعتقد أن إسرائيل ستعمل بحذر، لن يكون دخول واسع وكثيف مثل ما كان في خان يونس، وإنما ربما تكون عمليات جراحية ومحددة ومما لا يستوجب إخراج أو نقل الكثير من الغزيين من هناك. أقدر أن هذا لن يحدث. كما نرى في هذه الصور سيد جاي، يعني متظاهرون في تل أبيب ومن عائلات المختطفين تحديدا بسبب يعني عدم التوصل إلى صفقة، يريدون الضغط على الحكومة الإسرائيلية. هل تعتقد أن لهذه التظاهرات أي تأثير في هذا السياق؟ هذه المظاهرات التي تحدث الآن في البيما ليست فقط لعائلات المخطوفين، بل هي بشكل عام عن إخفاقات الحكومة وطلب من الحكومة ليعلنوا عن انتخابات. يمكنني أن أقول أننا رأينا اليوم أن حملة تبدأ إخوة السلاح، هذه الحركة التي كانت في فترة الاحتجاجات، وعند ما بدأت الحرب توقف هذا التنظيم، والآن يقول على الحكومة أن تتحمل مسؤولية وتذهب للانتخابات. هذه بداية. المطالب لا تقول متى، هي تقول أن هذه الحكومة يجب أن تعلن أن الانتخابات قريبة، سيبدأون بالحديث عن هذا، لا يدخلون إلى موضوع التاريخ المحدد. ولكن حركة مثل هذه حركة كبيرة جدا تخرج ثانية إلى الشوارع، وهذه ليست فقط لافتات، المظاهرات مخططة لتكون كبيرة جدا، وسوف نسمع صرخات الشارع إزاء الحكومة، وتحديد وقت للانتخابات سوف تطرح وترتفع في الأيام القريبة. ابقى معي سيد جاي، دعني أتحول إلى الصحفي المختص في الشؤون الفلسطينية من قطاع غزة سهيل ناصر الذي ينضم إلينا عبر الهاتف. مرحبا بك معنا مجددا سهيل، بداية لتصف لنا أين يتواجد الجيش الإسرائيلي تحديدا الآن، وأين تتمحور المعارك في قطاع غزة في هذا اليوم تحديدا؟
نعم، أولا الجيش الإسرائيلي في المناطق الغربية التي دخل إليها قبل أسبوع تقريبا انسحب بشكل كامل من تمحور، ولا نستطيع أن نقول انسحاب كامل من غرب مدينة غزة، ولكن هو تمحور في مناطق معينة، يعني غادر المناطق الغربية وغادر وسط مدينة غزة وتمحور في الشاطئ الشمالي وأيضا في على شارع رشيد، وبالتالي سهل العودة والدخول مرة أخرى. هذا الدخول الثاني أحدث دمارا أكبر مما كانت عليه الأمور في الدخول الأول، إضافة إلى ذلك أن الجيش الإسرائيلي أيضا هو متواجد والاشتباكات تكاد أن تكون ثابتة في المناطق الوسطى، نتحدث عن دير البلح، نتحدث عن البريج، نتحدث عن المغازي، نتحدث أيضا عن خان يونس. هنا المنطقة التي يتحرك بها الجيش الإسرائيلي ببطء، التحرك هذا التحرك البطيء ربما قد يعطي إشارة بأنه لا يريد أن يتوغل أكثر، وإذا ما توغل أو دخل أكثر في خان يونس هذا يعني وصوله إلى رفح، وتواجده في محيط مستشفى ناصر وفي منطقة حي الأمل وفي منطقة الظهرة، هذه المناطق هي لا تبعد سوى ربما 10 دقائق عن مدينة رفح، وبالتالي يكون الدخول وتعتبر هي منطقة القريبة إلى منطقة المواصي التي طلب الجيش الإسرائيلي من بعض السكان الذين بقوا في خان يونس للنزوح مرة أخرى إلى منطقة المواصي غرب مدينة رفح، وبالتالي هذا البطء ربما في هذه المنطقة مع وجود الاشتباكات مستمرة في تلك المنطقة أيضا ربما قد يجعل أيضا هناك حالة من التخطيط ربما إن صح التعبير، أو ربما حالة من تشكيل الضغط النفسي بأن الأمر هو مدروس ومتعمد بهذه الطريقة، وبالتالي مع استمرار طبعا القصف الإسرائيلي بالطائرات الحربية في مناطق متفرقة أيضا في مدينة رفح. ليلة أمس كانت صعبة على رفح أيضا، استهدافات بالجملة من خلال الطائرات الحربية والمدفعية والبوارج الحربية أيضا استهدفت الناس والسكان الذين يسكنون على شاطئ الغربي للمدينة. سهيل، كما ذكرنا قبل قليل تم اليوم اغتيال أحمد اليعقوبي في رفح وهو عنصر من عناصر حركة حماس، هل يمكن لك أن تقول لنا عن تداعيات هذا الاغتيال أو ما هي أهمية هذه الشخصية في حركة حماس؟ يعني هناك الذين تم الحديث عنهم هم يعملون في مباحث التموين والمباحث العامة والذين يساعدون بشكل أو بآخر وإن كانوا ينتمون لحركة حماس، ولكن هذا الأمر لا يؤثر بشكل جوهري. هذه ليست حالة الاغتيال الأولى لعناصر أو حتى لقيادات من حركة حماس، ولكن ليسوا من الصف الأول الذي تحتاجهم إسرائيل حتى تعيد توازن نصرها إن صح التعبير كما تعتقد ذلك، وبالتالي هذا الأمر هي ما تبحث عنه ربما إذا ما وجدت رئيس حركة حماس السنوار في غزة ووصلت إليه ربما كل ما يتم الآن من تصفية وربما من استهدافات لبعض القيادات أو حتى من العناصر لن يؤثر بشكل أو بآخر في طبيعة المعركة داخل قطاع غزة، وإن كان أيضا صح التعبير لا أستطيع كل معركة هي عبادة حقيقية ما يتم الآن داخل القطاع. يوميا نحن نتحدث عن 100 شهيد وكأن الرقم أصبح عاديا للأسف، ولكن الأمور في قطاع غزة إسرائيل تحاول أن تصطاد بشكل أو بآخر إذا ما توفر إليها أي هدف، حتى لو كانت تعتقد بأن هذا الهدف يشكل خطرا 20% في المستقبل البعيد تقوم باستهدافه حتى وإن لم يكن يشكل خطرا في المرحلة الحالية، وبالتالي الأمور هي تريد أن تحصي أكبر عدد ممكن من القتلى في صفوف عناصر حركة حماس، وكانت قبل ذلك بالمناسبة في منتصف حرب غزة كانت تقول بأن كانت هناك إحصائية أعداد بأنها قتلت 5,000 أو 10,000 من عناصر حركة حماس، ولكن في المقابل هي تريد أن تحصي وتقول بأن كتائب معينة وأعداد معينة من العناصر تم تصفيتهم داخل القطاع. سهيل، فيما يتعلق بشهر رمضان الكثير من التصريحات تقول بأن الإدارة الإسرائيلية أو الحكومة الإسرائيلية معنية بإنهاء هذه الحرب أو على الأقل الدخول لهدنة قبل بدء شهر رمضان، هل تتوقع أنه في حال فعلا بدأ شهر رمضان وتوقفت الحرب أو كان هناك هدنة معينة هل من الممكن أن تعود الحرب بعد شهر رمضان؟ هل هذا ممكن أن يحدث؟ يعني دعيني أقول لك في نقطة سؤال مهم جدا. أولا التطبيع العربي الإسرائيلي ربما كبل والكثير من الأنشطة أو ربما من الفعاليات العربية التي من المفترض أن تتحرك سواء في الأيام العادية وليس فقط في شهر رمضان، وهذه مصيبة إذا كانت الأمور سيتم تحريرها فقط في شهر رمضان
لأسباب دينية أو حتى لأي سبب كان. وبالتالي غزة ليست فقط في شهر رمضان وهذه هي المصيبة الأكبر. حتى على صعيد من يتوجهون أيضا إلى وهنا ما يتم الحديث عنه فقط هو مدينة القدس، هذا ما يقصده ربما الجانب الإسرائيلي، لأن الكثير من الفلسطينيين سواء كان في الداخل أو حتى في الضفة الغربية أو أي مكان يتوجهون إلى الأقصى قد يكون هناك مظاهرات أيضا واشتباكات مع الجيش الإسرائيلي. ولكن في حقيقة الأمر أنا دعيني أقولها بشكل واضح، لقد خذلونا جميعهم. من لا يناصر غزة قبل رمضان يعني نصرته لرمضان في رمضان وحتى في الوقت الذي قتل فيه الآلاف من السكان في غزة نصرته على الفاضي. لن تؤدي لن توقف هذه الحرب. إسرائيل ماضية في معينة وفي أهداف معينة، وللأسف يعني لا يعني الأمور بشكل أو بآخر مخزية للكثيرين أيضا للأسف الذين لن يتحركوا. ابقى معي سهيل، دعني أعود إليك سيد جاي. فيما يتعلق بالجبهة الشمالية، كانت هناك تصريحات واضحة من قبل وزير الخارجية الإيراني يقول بأننا تواصلنا مع واشنطن خلال الفترة الأخيرة، لا نريد تصعيد الحرب أو توسيع رقعة الحرب. هل هذا يطمئن إسرائيل؟ وهل هذا يقول أنه في حال انتهت الحرب في قطاع غزة لن تكون هناك حرب في لبنان؟ أنا خشف شو ما شنخو شومي. أعتقد أن ما نسمعه من إيران حول الوضع ومن الأطراف الأخرى ليس لها معنى كبير وحقيقي، لأنه في نهاية الأمر هذه حرب نفسية. باللحظة التي يتهدأ فيها الأمور في غزة، فالسؤال سيكون هل سيكون نوع من الاتفاق مع حزب الله وحكومة لبنان بحيث يتمكن سكان الشمال إلى العودة إلى بيوتهم؟ نعرف أن أوكشتين والأمريكان يعملون على ذلك، كلهم يريدون هذا بما فيهم حكومة لبنان وإسرائيل طبعا، ولكن هذا يتعلق بحزب الله. إلى أي مدى سيكون مستعدا للانصياع لهذه المطالب؟ وإذا لم يفعل فلا أرى طريقة تستطيع فيها إسرائيل ألا تقوم بحملة عسكرية على الأرض، لأنه لا يمكن إبقاء 100,000 شخص خارج بيوتهم والاقتصاد الإسرائيلي مشلول. بما أنك ذكرت الاقتصاد الإسرائيلي، يعني فعلا هناك أزمة كبيرة جدا والوضع الاقتصادي في إسرائيل يزداد سوءا، واليوم يعني التدريج الائتماني أو التصنيف الائتماني داخل إسرائيل انخفض، وهذه أول مرة يحصل فيها أمر كهذا. ما هي تداعيات كل هذه الأمور على الداخل الإسرائيلي وأيضا على هذه الحرب؟ هل يمكن أن تطول طويلا؟ أولا تأثير هذا كبير جدا، كما نعرف أن التصنيف الائتماني مهم جدا، لأن هذا سيحد من قدرة إسرائيل على الاستلاف، وهي ستكون بحاجة لذلك بسبب المصالح التي أغلقت وبسبب المصاريف الكبيرة. ووزير المالية ورئيس الحكومة يستهترون بهذا ويقولون فقط بسبب الحرب والاقتصاد قوي، هذا يشير إلى انفصالهم عن الواقع. يعني يجب أن لا تكون، ليست بحاجة لأن تكون اقتصادي كبير لتفهم أنه على كل أن الأمر سيؤثر على كل بيت، على كل أسرة في إسرائيل. يقول هذا بسبب الحرب، أمل أنه لن يقول أن هذا بسبب أصله أو الطيارين أو الاحتجاجات. طيب عودة إلى شهر رمضان، كما ذكرنا، هل تتوقع أن إسرائيل قادرة على إنهاء هذه الحرب قبل بدء شهر رمضان كما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؟ أنا لا مؤمن، وأنا لا أصدق. أنا فهمت بأنه يقول بأنه يريد أن ينهي العمل في رفح قبل رمضان. لا أعتقد بأن هذه الأمور لها أي مصداقية أو واقعية. وكما قال المراسل، المعنى أنه إذا استمرت الحرب في رمضان فإن هذا سيعظم من التأثير والضغط من العالم الإسلامي إزاء ما يحدث في غزة، هذا وضع فظيع.
في ظل كل ما يحدث سيد جاي، هل يمكن أن نقول أن فكرة التطبيع مع السعودية والتوصل إلى سلام مع هذه الدولة التي لها يعني دور كبير في الشرق الأوسط، ولطالما أراد نتنياهو أن يتوصل إلى سلام وإنجاز كبير في حكومته، هل تلاشى هذا الأمر بعد هذه الحرب؟ هل تتوقع أن تتوصل الأطراف إلى فعلا تطبيع لربما في مرحلة قادمة؟ لا شك أن هذا نزل عن الطاولة على الأقل إلى أن يكون نوع من الاتفاق على خطة جديدة أو برنامج جديد لكل الشرق الأوسط، وفيها سيكون توقع لدولة فلسطينية. هذه هي نظرية بايدن. لا أشك بأن السعوديين يتحدثوا عن التطبيع قبل أن يفهموا أن إسرائيل مستعدة للذهاب اتجاه هذه الخطة الشاملة لبايدن. ونحن نعرف أن هناك في داخل هذا دولة فلسطينية، لذلك التطبيع ليس على الطاولة أبدا الآن. طب لو سمحت، هل تعتقد أن السعودية ستحاول أن تضغط على إسرائيل عن طريق ورقة التطبيع لكي تنهي هذه الحرب وتتوصل إلى إنشاء دولة فلسطينية؟ بالتأكيد نعم، هي تفعل ذلك، ولكن اليوم بسبب الحرب هذا ليس موضوع ضغط من أجل التطبيع. يكفي أن تعلن أنها لن تستطيع أن تطبع مع إسرائيل بدون هذا الحل، هذا واضح، وليس السعودية فقط بل كل الدول العربية المعتدلة والولايات المتحدة. سيد جاي بوران، طيار سابق في سلاح الجو الإسرائيلي، شكرا لك سيد جاي على كافة هذه المعلومات، وأيضا للأستاذ سهيل ناصر الصحفي المختص في الشؤون الفلسطينية من قطاع غزة، شكرا لك أستاذ سهيل. ولكم مشاهدينا شكرا على طيب المتابعة، تابعونا مجددا على رأس الساعة، دمتم بخير وإلى اللقاء.